لقاء جديد من الموعظة الحسنة، وأنا أرحب بحضراتكم وأسوق إليكم موضوعا اليوم في شيء من اللبس، وأنا بكره اللبس لأن ديننا قائم على الحلال بين والحرام بين، ما فيش حاجة اسمها لبس، اللي بينهم حتى الأمور المشتبهة البعد عنها عليه الصلاة والسلام. خلينا في الجادة وبلاش بنيات الطريق، اللي هيمشي على الطريق العدل هيحتار عدوه فيه وهيوصل لغايته وهو سليم. الموضوع ده مهم جدا، وهو الفرق بين النفاق، النفاق يعني، والرياء. المنافق حاجة تانية. أنا بقول الكلام ده ليه وبأحاول أن ألتزم الهدوء في عرضه، إن كتير جدا من الناس النهاردة بيقابلوني بيبعتولي رسائل بيسألوني أنا خايفة، خايف أكون منافق، أنا مش راضي، أنا مش عارف، حاجات كده من وساوس الشياطين. أنا بقول للمنافق خليه على جنب، المنافق كافر بكل المعايير وكل المقاييس. ليه؟ لأنه أسلم بالبق، ودي أنا أرجو من حضراتكم أنكم تنتبهوا إليها. أبو بق ده وصل لدرجة الكفر، قيس عليها كل حاجة. على فكرة مفيش حاجة بالبق تجيب نتيجة أبدا، ولذلك حتى لما جه النبي عليه الصلاة والسلام يصورنا الإيمان الروعة قال ما وقر في القلب، ما قالش وصدقه اللسان، قال وصدقه العمل، الدبل او ار كي، الورك ده مهم جدا. شوف حاجة جواك ويصدقها العمل مش الكلام. الكلام ده ياما ضل ناس وحيضل ناس طول ما الناس غرقانة في بحر الكلام. عمره ما قال لي بحبك، شاء الله مع عنه قال مال البيت كوكو، مال البيت خيرات. طبعا لما انا اكلمه غير لما انت تكلميه وتشتكي وتقطعي نفسك. انا اقول له هات كوكو قول اتفضلي يا عينيا، اوكي ما قالش لا، لا بقى مجرم ولا ده هيخل ببقاء الحياه واستمرارها بجمالها. لكن الهوسه بتاعت البق دي بتودي ناس في مليون داهيه. فشوفوا نفاق يعني ايه؟ يعني كفر في القلب ومنتهى الايمان بالبق. أديكم مثال عملي من السيرة النبوية. كبير المنافقين يعني العمدة بتاع العمدة اللي كلهم بيتعلموا منه هو أستاذهم ابن أبي سلول، ده التوب بالبيت تقيلة بالنسبة إلى المنافقين. كل جمعة النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فيها خطبتين في استراحة، يعني بعد ما يخطب الخطبة الأولى بيستريح دقيقة ويقوم يكمل الخطبة الثانية. الدقيقة الاستراحة دي كان ابن أبي سلول يجي قايم واقف في الجامع النبوي وهو كافر، بس نعمل له إيه؟ مش قلب البق أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، ما نقدرش نفتش على اللي في القلوب، ودي قضية تانية برضو إحنا معكوكين فيها. أنا لسه كنت إمبارح معرفش ولا مين بقى أسامر ابني أنا دكتور طه مبروك أستاذ العيون ده وإخواته أو حد حضر مانيش فاكر، بقول له حبيبي هي الكارثة كلها في إن في بني آدم تقول له بحبك يوم يرد يقول لك ايه؟ من قلبك؟ لا من وداني. وانت مالك من قلبي ولا من ضلوعي بقى؟ ما هي طلعت ما تصدقها، ما تناقشني حتى فيها وقول لي انت ما بتحبنيش لان كنت بموت امبارح وانت ما كنتش جنبي، كنت عيان وما زرتنيش، كنت ناقشني. انما ايه من قلبك ومن ضلوعك ومن رجلك ومن الشراب اللي انت لابسه دي؟ ايه لزومها؟ هنشوف مين؟ يلا ابراهيم ولا مين؟ متولي، قول يا حاج متولي. السلام عليكم يا فندم. كل السلام يا فندم. كل سنه وانت طيب. حضرتك اكتر من مساله، حضرتك اول حاجه المراه هل يجوز للمراه ان تزكي على زوجها؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك معنى التسامح، ازاي اعرف اسامح مع الاذى اللي وقع عليا، حتى يعني اتعلم ازاي اسامح الناس على القدر، لها قدر في التسامح ولا لا؟ حاجه ثانيه حق الغار، يعني ايه زكاه حضرتك؟ يعني ايه الحرية الدينية في ظل الاسلام؟ الحرية الدينية في ظل الاسلام، دي خمس حاجات حضرتك. الحاجة الاخيرة حضرتك، ده انا مش، انا ما عنديش غير دلوقتي المرأة والزكاة والتسامح وبعدين الحرية الدينية في ظل الاسلام، تلاتة خمسة منين بقى؟ يعني ايه زكاة حضرتك؟ يعني ايه زكاة؟ حاضر. ها وحق الجار حضرتك. وحق الجار حاضر. يلا متولي ناخد من الاخر. ايه يا فندم؟ واحدة حضرتك كتبت حقها لأخوها وابنها عايش وهي وريثة من ضمن الورثة. واحدة كتبت حقها لأخوها وهي وريثة من ضمن الورثة، ده يجوز شرعا؟
يعني خدت مراسة ادته لاخوها يا فن؟ لا ادته لاخوها وابنها عايش. واحنا مالنا بقى؟ ابو هي خدت حقها وادته مطرح ما ادته يا فندم. هي استنى بس لحظه واحده اسمعني اسمعني الله يخليك اهو الله يرضى عنك. بص يا فندم ابص ابنها ابنها عايش مش ابنها واولاده دول اولى بحقها؟ لا اولى بقى خلاص ما رعتش هي الاولى هنعمل ايه؟ يمكن ابنها مش محتاج واخوها اللي محتاج وبعدين ما يمكن نصيبها ده 150 جنيه. لا يا فندم هل دلوقتي المراسه ما يتوزع صحيح الولد ماليش حق؟ واد مين؟ ابن اخوه ابنها 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 يعني هي وريثه الجوز؟ ما انت ما قلتليش ورثه مين؟ ورثه ابوها وامها. ابنها ماله بقى ان شاء الله يا اخوي؟ ما هي ماتت. هي يا حبيبي بقى هي ماتت يعني هي ماتت ازاي بس؟ مش دلوقتي استنى بس احنا بنتكلم على واحده ادت حقها لاخوها. حقها من مين؟ من مراثه من مين؟ من ابوها وامها. ابنها مالوش مراث؟ لا ما هي هي كاتبه وصيه قبل ما تموت. تكتبها ليه؟ ما كانت تسيبها مشاعر. كتبت وصيه يعني هي اوصت بان كل ما املك يروح لاخويا. الله ينور على حضرتك. لا يجوز لان دي وصيه ضد الشرع يا حبيبي. ده اللي انا عاوزه. ما دام ماتت يبقى ابنها ما تقوليش بقى هي من ضمن الورثه. تقول لي ابنها تقول لي ابنها الوارث حرمته وعملت وصيه لاخوها نقول دي لا تنفذ اصلا لانها وصيه ضد الشرع. متولي بشكرك ادي اول واحده. اما حق الجار فكل حقوق المسلمين ويزيد حبه للجوار. يعني كل حقوق لا يضره ولا يأذيه ولا يسيبه هاتشي الحمد لله من غير ما اقوله ارحمك الله ولا ويزوره لو كان عيان. ده دي لحقوق المسلمين اللي يعرفهم. الجار يزيد سنه اسمها حق الجوار يمنع عنه اذاه ده الواجب على فكره. وبعدين الحق الناحيه الثانيه بتاعت ايه لازم البس نظاره او اشوف انا حريه دينيه في ظل الاسلام. مانيش فاهم يعني ايه حريه دينيه في ظل الاسلام. اصل ظل الاسلام يعني معناها ان الاسلام احنا شايفينه مظله يبقى ملناش غيره. أنا حرية دينية يعني إيه؟ يسيب الإسلام ويكفر؟ يروح. الله غني عن العالمين ولو أصر ولم يستتب يقام عليه حد الرد. اللي العيال بيقول لك لا ده مفيش ومفيش، لا يقام. وفي صحيح البخاري على الشمال من غير دينه فاقتلوه، يقتلوا الحاكم طبعا، مش يقتلوا واحد جاره ولا واحد متفازلك. وده بعد مراحل طويلة مش معناها تعالى أنت كده كفرت يلا هوب اقطع الرقاب، ما عندناش كده. ده يتناقش ويتاخد بالراحه ويطبطب عليه وياكل ويشرب وشوف الناس دينه ده هيسنده ليه. لكن حريه دينيه يعني ايه حريه دينيه؟ ما كل واحد يختار اللي هو عايزه ما لم يضر او ما لم يؤذي غيره. انا مالي انا وما الحريه الدينيه؟ طب ما في مليون عقيده وفي مليون دين وفي مليون اتجاه. في ظل الاسلام، الاسلام لا ينكر ان في 6800 مذهب و6800 الف دين ويعبدوا البقره ويعبدوا الحجر ومرد الجميع الى الله وقالوا لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر. مش معناها انك مسيطر عليهم على من تولى وكفر، لان الا هنا يفهمها الدراسات العليا اللي هي بمعنى لكن مش بمعنى لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر. يعني انت مسيطر على من تولى وكفر ابدا، ولكن الا هنا بمعنى لكن بيسموه استثناء منقطع. يبقى من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. واخر الصوره الغاشيه على الشمال ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. الاسلام لا يمنع ان يكون الارض ملانا 180 الف دين. شريطه ان ما حدش يضرك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. انت مالك ومال تدعوه الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه. امن فلنفسه لم يؤمن فعلى نفسه. المهم يبقى فيه قانون للمعايشه ان احنا نبقى عندنا سلام فيما بيننا ومصالح مشتركه ومحدش يضر التاني. ما الدنيا جميله جدا يعني. اما التسامح فطبعا له حدود. يعني ايه تسامح؟ يعني زي ما قلت لك دلوقتي ولد خلاص بقى ماما وصت لخالي أسامح؟ يسامح في إيه؟ وهو وارث أصلي. كده إحنا بنهد الدين بكلمة التسامح. وإلا يبقى نتسامح كلنا ونهد السجون. تسامح دي كلمة مطاطة ما تنفعش تتقال عمال على بطال. بدليل عندنا هو التسامح. التسامح عندنا قانون وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي جميع السنن، في جميع السنن. وأولها البخاري. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. أدي التسامح. تقول لي أبوك أقول لك الله يسامحك، أمك أقول لك الله يسامحك، أنت أقول لك الله يسامحك. تسيب الدين ما سمحكش. تاكل حقي ما سمحكش اجيبه واجيبه واجيبه. تسرقني وسامحك لا. انما جت على 5 جنيه 5 جنيه. انما السكر يعلى يا راجل مره واحده يبقى 1500
ما ينفعش. ده أنا قلته هنا في المعزة الحسن وهقوله طول ما أنا عايش. يعني إيه تسامح؟ في أمور تسامح فيها. واحد مسح بكرامتك الأرض ولا يهمك، أدي المسلم بقى. إنما واحد يضيعك ولا يضيع هدوءك ولا يضيع طريقك ويبقى تسامح، يبقى خلي الباعة الجائلين وخلي اللي عايز يعمل حاجة واللي يمشي عريان في الشارع واللي يسرق ونهد السجون، لأن الإسلام دين التسامح. دجل أو جهل بالدين. لا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لو 10 جنيه تكتب كان قال لي أسامحوا فيها. لا، سامح ممكن في الحاجات التافهة زي ما قلت التي لا تؤثر. إيه فندم؟ الوصية في حدود التلت ولا تزيد عن التلت، وتكون لغير وارث إلا إذا رضيها الورثة بعد وفاة المورث. اللي أنا فهمته من سؤال متولي إني الست دي ورثت مثلا 10 قروش، قبل ما تموت الظاهر كانت زعلانة ابن ابنها أو حاجة، كتبت يبيع وشرة يبقى يعوض ربنا على الواد، لأن القانون مش هيرحم. يعني لو كتب بيع وشرة لأخوها الواد مش هياخد حاجة. إنما لو هي كاتبة وصية، الوصية لا تنفذ أبدا ما دامت وصية جائرة، لأن فيها حرمان وارث، وهو فرع ابنها ده فرع وارث، ما لا يسقط ميراثه أبدا لا بعقوقه ولا قلة أدبه. الحاجة الوحيدة اللي تخليه ما يورث بالنسبة لها إنه يقتلها. القاتل لا يرث من قتله بس. إنما هي بقى الهوى شغال، كله شغال بالهوى. أما المرأة هل يجوز أن تزكي على زوجها؟ لا طبعا، لأن الزوج عليه النفقة للست، والزكاة مشروعة للفقراء والمساكين. تزكي عنه؟ لا ما ينفعش، ولا هو يزكي يحط زكاته. يعني تدفع زكاتها، عندها 100,000 جنيه وزكاتها ب 2500 ولا حاجة ولا بتاع مش عارف، اضربه لأكون في الهوى أنا بستعجل. تمام، ال 2500 تديهم لجوزها؟ لا، يجيبهم كوكو وهي تاكلهم، يبقى عملت ايه؟ ما هو هياخدهم منها يروح السوق يجيب كيلو لحمه ب 77 وباميه ب 18 ومش عارف ايه وضيعهم، وهي اللي تطبخ وتاكل، تاكل من زكاه مالها؟ ينفع؟ ولا هو يطلع زكاته على مراته. يعني ده واجب، النفقه واجبه، يعني من راس المال، من راس المال. لكن يجوز ان تواسي زوجها ببعض مالها، مش ببعض زكاتها، ببعض مالها. ولو شافته مقتر ممكن تتصدق عليه، لحديث زينب بنت مرات ابن مسعود، لانها قامت من النوم الصبح وعايزه تفك اسورتين وتتصدق بيهم على المساكين. سيدنا ابن مسعود قال لها رايحه فين يا زينب؟ كان اسمها زينب. رايحه فين يا زينب؟ قالت له هفك دول واتصدق بيهم على الغلابه. فقال لها ابن مسعود انا اولى يا زينب. فهي فوجئت، ممكن انا اتصدق عليك؟ فراحت للنبي عليه الصلاة والسلام، وقفت على الباب وطلبت تقابله. فدخل اللي هيقول له زينب بره الباب للنبي عليه الصلاة والسلام، فسأله وقال له يا رسول الله زينب بالباب؟ فقال عليه الصلاة والسلام أي الزيانب؟ حتى النبي عرفنا جمع زينب إيه؟ زيانب. زينب وزينب وزينب وزينب، زيانب. ها؟ فقال امرأة ابن مسعود، قال ادخلها. كان في 4 اسمهم زينب. فدخلت قالت له انا كنت النهارده قايمه منوهة اتصدق على فقراء ومساكين، فابن مسعود اللي هو صاحبك قال لي انا اولى يا زينب، اعمل ايه يا رسول الله؟ قال تصدقي عليه وعلى يتامى في حجره. كان الراجل عنده اكتر من يتيم بيرعاهم ومحتاج فلوس. زينب هتتصدقي على الغلابة والمساكين، وأنا في رقبتي كذا واحد بأكلهم ومحتاج، ما تدين أنا يا أختي. صدقة لكن مش زكاة. الزكاة فريضة لكن الصدقة واسعة، على الزوجة وعلى العيل وعلى الابن وعلى الأب وعلى الأم وعلى الأخ وعلى الجيران وعلى الغني وعلى الفقير وعلى العالم وعلى الجاهل وعلى الدنيا واسعة. والكلمة الطيبة صدقة.